يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوادي البحري وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد وحر رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء ومعتدل رطب على السواحل الشمالية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت في مصر وفي بعض الدول والعواصم العربية والعالمية.